بقى يا دكتور هنبدأ مع بعض الستراكشرز اللي بتكون انترنال تو السيرول. واول حاجه معانا يا دكتور وهي البلازما ميمبرين. اول حاجه يا دكتور عايزين نعرف هو فين اصلا مكان البلازما ميمبرين ده. عندنا اللي بره بالاسود ده هو السيرول، اللي بالاخضر ده يا دكتور هو ده البلازما ميمبرين. يبقى في مكان البلازما ميمبرين بيكون بنيس او تحت ايه السيرول، تمام؟ بيعمل ايه؟ بينكلوز السيتوبلازم بتاع الخليه والاورجانيلز اللي بتكون موجوده جوه، تمام؟ تمام. اول حاجه يا دكتور حابب ابدا معاك بلاك نمبر بتاع البلازما ميمبرين. اللاك نمبر ده انا اللي عامله، رقم 2 يا دكتور هو ده اللاك نمبر بتاع البلازما ميمبرين. هتفهم ازاي لاك نمبر؟ يعني ده رقم الحظ اللي هيخليك تحفظ البلازما ميمبرين بسهوله ان شاء الله. واكيد طبعا انت خدت البلازما ميمبرين اللي هو السيل ميمبرين خدته في الهيستولوجي طبعا، بس انا حابب برضو اشرحه لك تاني وان شاء الله تستفيد منه، تمام؟ يبقى اللاك نمبر بتاعي هو ايه؟ رقم 2. اول حاجه يعني مثلا اول حاجه هنتكلم فيها الاستراكشرز والفانكشنز. يبقى انا قسمت لك الموضوع الاستراكشر والفانكشنز بتاعه البلازما ميمبرين. اول حاجه هنتكلم فيها وهي الاستراكشر بتاع البلازما ميمبرين. الاستراكشر بتاع البلازما ميمبرين بيتكون مينلي او بشكل رئيسي عن طريق الفوسفوليبيد. عن طريق ايه؟ الفوسفوليبيد. الفوسفوليبيد ده يا دكتور بيكون في شكل باي لاير. فوسفوليبيد ايه؟ باي لاير، في شكل طبقتين. وادي اول رقم 2 معايا يا دكتور من اللاك نمبرز بتاعتي، تمام؟ يبقى هو بيكون مينلي عن طريق فوسفوليبيد باي لاير. طب شكل الفوسفوليبيد باي لاير ده بيكون شكله عامل ازاي؟ بيكون عنده هيد كده وبيكون عنده تيل، تمام يا دكتور؟ يبقى بيكون عنده هيد وعنده تيل. اول حاجه الهيد دي يا دكتور بتكون هيدروفيليك، والتيل بيكون هيدروفوبيك. يعني ايه هيدروفيليك يا دكتور؟ يعني ايه هيدروفوبيك؟ الهيدروفيليك يا دكتور، هيدرو يعني ووتر او ميه، فيليك يعني محب او لافينج، يبقى ده حاجه محبه للميه. طب هيدروفوبيك يا دكتور، هيدرو يعني ووتر وفوبيك يعني مخيف او مش بتحب الميه. يبقى هيدروفيليك يبقى الهيد بتاعتي دي اهي، دي الهيد، تمام؟ تمام. وده التيل، يبقى بيتكون من جزئين، يبقى اتنين اهي، تاني اتنين عندي اهي يا دكتور، تمام؟ يبقى الفوسفوليبيد باي لاير بيتكون عن طريق اللي هي الفوسفوليبيد ده، بيتكون اول حاجه من هيد بتكون في هيدروفيليك، وبيتكون من تيل بيكون هيدروفوبيك، تمام؟ تمام. يبقى في جزء محب للميه وجزء بيكون كاره للميه. تاني حاجه بيتكون منها البلازما ميمبرين ده يا دكتور بيكون فيه بروتينز اهي، دي البروتينز اهي يا دكتور. دي ايه؟ دي البروتينز زي ما انا كاتب لك. في منها نوعين برضو، ادي تاني رقم 2 اهي، اللي هي بتاعت البروتينز. نوعين من البروتينز، يا اما يكون انتجرال. يعني ايه انتجرال؟ انتجرال يعني البروتين ده واخد السكنس بتاع البلازما ميمبرين كله، يعني على السمك بتاع البلازما ميمبرين كله، البروتين ده واخد السمك كله، فبسميه انتجرال. تاني حاجه في نوع تاني اسمه بريفرال بروتين، وده ما بيكونش واخد السكنس، بيكون واخد جزء بس من السكنس بتاع البلازما ميمبرين. احيانا الانتجرال ده يا دكتور ده بياخد السيكنس كله، احيانا بيشتغل لي كقنوات، بيشتغل بنسميه شانل بروتين او بروتين شانلز، تمام؟ تمام يا دكتور. يبقى انا كده عندي اول حاجه كلمتك ان هو بيكون من فوسفوليبيد باي لاير، بيكون من طبقتين من الفوسفوليبيد، وفي نوعين من البروتين. احيانا يا دكتور برضو بيكون برضو موجود فيه عندي كربوهيدرات يا دكتور. كربوهيدرات، والكربوهيدرات ديت هتاخد بعدين ان هي بتمثل الانتيجين بتاع البكتيريا، تمام؟ يبقى في عندي جزيئات كربوهيدرات بتكون على السطح بتاعت البلازما ميمبرين، ودي بتمثل الانتيجين بتاع ايه؟ البكتيريا، تمام؟ تمام. كده احنا خلصنا الاستراكشر بتاع البلازما ميمبرين يا دكتور، تمام؟ تمام. تعالى نعيده تاني، الاستراكشر بتاع البلازما ميمبرين قلت لك ان هو بيتكون من فوسفوليبيد باي لاير، طبقتين من الفوسفوليبيدز. قلت لك الفوسفوليبيد دي اصلا بتتكون من ايه؟ من رأسة او هيد بيكون هيدروفيليك، وبتكون من تيل بتكون هيدروفوبيك، كارهة للماء. الرأس بتكون محبة للماء والتيل بيكون كاره للماء. بعد كده قلت لك ان هو في عندي نوعين من البروتين بيكون موجودة في البلازما ميمبرين. قلت لك في انتجرال بروتين وفي بريفرال بروتين، وقلت لك كمان بيكون موجود في كربوهيدرات اللي هو بيمثل الانتيجين بتاع البكتيريا، تمام؟ تمام. بعد كده هنتكلم يا دكتور عن الفانكشنز بتاعت البلازما ممبرين. ايه الوظائف اللي بيمثلها لي البلازما ممبرين في البكتيريا بتاعتي؟ هنقسمهم اتنين واتنين. اول حاجه الاولى اللي هي الاتنين الاولى بتمثل البرميابيليتي او النفاذيه. بتمثل ايه؟ البرميابيليتي او النفاذيه.
يعني ايه برضه يا دكتور؟ في المبادئ او النفاذيه دي يا دكتور، يعني السلم البرين بتاعك بيساهم في سيلكتيف بيرميابيليتي. سيلكتيف بيرميابيليتي يعني النفاذيه الاختياريه. النفاذيه ايه؟ الاختياريه. بيساهم ايه في النفاذيه الاختياريه؟ ازاي يا دكتور؟ يعني مثلا عندي جزيئات بروتين بتكون لارج موليكولز، بتكون جزيئات كبيره ما بتقدرش تعدي عن طريق البلازما ميمبرين ده، ممكن جزيئات سكر صغيره مثلا سمول موليكولز تعدي عن طريق البلازما ميمبرين. ففي هنا خاصيه اسمها سيلكتيف بيرميابيليتي بيساعدني فيها ايه؟ البلازما ميمبرين. طب ايه تاني بيرميابيليتي؟ ان هو بيساعد على سكريشن او خروج الانزيمز بتاعت البكتيريا والتوكسينز برضه، يبقى بيساعد على خروج ايه؟ الانزيمز والتوكسينز. بيساعد على خروج ايه؟ انزيمز اند ايه؟ توكسينز. يبقى اول اتنين معايا يا دكتور قلت لك البرميا بيمثل ايه؟ البرميابيليتي او النفاذيه. بيساعد على السلكتيف برميابيليتي اللي هي بتكون ان هو بيختار مثلا جزيئات اللي هي لارج موليكولز زي البروتين ما بتعديش عن طريق البلازما ميمبرين ده، ممكن مثلا جزيئات صغيره زي الشوجر اللي هي بتكون سمول موليكولز بتعدي عن طريق البلازما ميمبرين بتاع البكتيريا. تاني حاجه قلت لك ان هو بيساعد على السكريشن بتاع الانزيمز اند توكسينز. بعد كده يا دكتور الاثنين التانيين معايا، الاثنين التانيين انا قلت لك ان هم حاجه ليها علاقه بالميتابوليزم. معلش احفظ معايا بس مؤقتا. ميتابوليزم اللي هو بتمثل عمليات البناء والهدم اللي موجوده داخل البكتيريا. ازاي برضه يا دكتور؟ الميتابوليزم يا دكتور يعني هو مثلا هيبني لي حاجات وهيكسر لي حاجات. اول حاجه نتكلم يعني هو في برضه اتنين اهي، بريك داون، ممكن تكون ايه؟ بريك داون وممكن تكون برودكشن او سينثيسيس او ايه؟ سينثيسيس او ايه؟ سينثيسيس. تمام. يبقى قلت لك تاني اتنين بنتكلم عن ايه؟ الميتابوليزم. اول حاجه يا اما يكون بريك داون يا اما يكون برودكشن. برضه احنا لسه ما قلناش برضه ايه هي الوظائف. اول حاجه البريك داون يا دكتور بيساعد على البريك داون اوف النيوترينتس او الغذاء بتاع الخليه. بيساعد على تكسير ايه؟ او البريك داون بتاع النيوترينتس بتاع الخليه، الغذاء بتاع ايه؟ الخليه. تاني حاجه بيساعد على البرودكشن اوف الانرجي. الانرجي او الاي تي بي. تمام؟ يبقى بيساعد على البرودكشن او الانتاج بتاع الاي تي بي. كمان بيساعد على تصنيع حاجه ثانيه الا وهي البريكورسرز اوف السيل وول. بيساعد على ايه؟ تصنيع البريكورسرز اوف السيل وول او المكونات بتاعت السيل وول. بريكورسرز اوف ايه؟ السيل وول. تمام يا دكتور، كده احنا خلصنا الفانكشنز بتاع السيل او البلازما ميمبرين. تمام، تعالى تاني نقولهم تاني من اول وجديد، نقول الفانكشنز. قلت لك انا قسمتهم لك اتنين واتنين. اول اتنين بيتكلموا عن البرميابيليتي، قلت لك ان البلازما ميمبرين ده بيكون سيلكتيف بيرميابيليتي. ليه ايه؟ خاصيه اسمها سيلكتيف بيرميابيليتي او النفاذيه الاختياريه، ان هو بيسمح بمرور بعض المواد وما بيسمحش بمرور مواد اخرى. تمام. قلت لك السيلكتيف بيرميابيليتي يعني مثلا لارج موليكولز زي البروتين ما بتقدرش تعدي عن طريق البلازما ميمبرين، لكن سمول موليكولز زي الشوجر بتقدر تعدي عن طريق البلازما ميمبرين. قلت لك كمان ان هو بيساعد على السكريشن او اخراج الانزيمز اند توكسينز بتاعت البكتيريا. كمان قلت لك الاثنين التانيين ليهم علاقه بحاجه الميتابوليزم اللي هو الهدم والبناء بتاع الخليه. الهدم والبناء ايه؟ بتاع الخليه. قلت لك اول حاجه هنتكلم عن البريك داون بتاع الخليه، ان هو بيساعد على البريك داون اوف النيوترينتس، وبالتالي بيساعد على البرودكشن، بيستخدم بعد ما بيكسر النيوترينتس دي بيساعد على البرودكشن او انتاج الاي تي بي في عمليه بنسميها الريسبيريشن. يبقى هو بيساعد برضو ايه؟ على الريسبيريشن اللي بيطلع عن طريقها ايه؟ الاي تي بي. تمام، يبقى بيساعد على الريسبيريشن بتاع الخليه. الريسبيريشن ده في حاله اليوكاريوتيك سيل بيحصل عن طريق الميتوكوندريا، لكن هنا في حاله البكتيريا لا، الريسبيريشن هنا بيحصل عن طريق البلازما ميمبرين بتاع البكتيريا.
تمام. يبقى انا قلت لك ان في اثنين بيرميابيلتي واثنين ميتابوليزم. اول حاجه الاثنين بتوع بيرميابيلتي بيكون سيلكتيف بيرميابيلتي اللي هي النفاذيه الاختياريه، وبيكون سيكريشن اوف الانزيمز اند التوكسينز. ثاني اثنين قلت لك ان هم لهم علاقه بالميتابوليزم، بريك داون وبرودكشن او سينثيسيس. البريك داون بيكسر النيوترينز بتاع الخليه وبيعمل برودكشن للاي تي بي عن طريق التكسير بتاعها. بعد كده بيعمل برودكشن او سينثيسيس للاي تي بي عن طريق الريسبيريشن اللي هو بيحصل في اليوكاريوتيك سيل عن طريق ايه؟ عن طريق الميتوكوندريا. هنا في البكتيريا بيحصل عن طريق البلازما ميمبرين. كمان بيعمل لي سينثيسيس او تصنيع للبريكورسرز بتاعه السيل وول او المكونات بتاعه السيل وول عشان يساهم في تكوين السيل وول بتاع البكتيريا. تعالى يا دكتور بقى نراجع البلازما ميمبرين بتاعي من اول وجديد. اول حاجه انا قلت لك البلازما ميمبرين ده بيكون موجود تحت السيل وول. قلت لك الرقم الحظ بتاعي في البلازما ميمبرين وهو الرقم 2، مهم جدا تبقى عارف ان هو رقم 2 ده رقم الحظ بتاعك. تمام، قلت لك هنتكلم اول حاجه في نقطتين، الاستراكشر والفانكشنز بتاعه البلازما ميمبرين. اول حاجه الاستراكشر بتاع البلازما ميمبرين قلت لك بيتكون من فوسفوليبيد باي لير، طبقتين من الفوسفوليبيد. الفوسفوليبيد ده بيتكون من ايه اصلا؟ بيتكون من هيد وتيل. قلت لك الهيد بتكون هيدروفيلك، هيدرو يعني ماء، وفيلك يعني محبه، يعني محبه للماء. والثانيه هيدروفوبيك يعني هيدرو يعني ووتر، وفوبيك يعني مخيف او كاره للماء. فبالتالي الهيد بتاعك بيكون هيدروفيلك محبه للماء، والتيل بتاعي بيكون هيدروفوبيك كاره للماء. الدكتور قلت لك كمان الاستراكشر بتاعه كمان في نوعين من البروتين بيكونوا موجودين فيه، في انتجرال بروتين وفي بريفرال بروتين. قلت لك الانتجرال بروتين احيانا برضو بيكون لي قنوات وبنسميه شانل بروتين. وقلت لك كمان البريفرال بروتين بيكون موجود في جزء بس من السيكونس بتاع البلازما ميمبرين، انما الانتجرال بيكون في الهول الفول سيكونس بتاع البلازما ميمبرين، يعني كل السيكونس بتاع البلازما ميمبرين. بعد كده كلمتك عن الفانكشنز يا دكتور، قلت لك برضه اللاك نمبر بتاعنا 2 و2، يعني رتبناهم في 2 و2. اول 2 ليهم علاقه بالبرميابيلتي او النفاذيه بتاعه البكتيريا. قلت لك البرميابيلتي عنده خاصيه اسمها سيلكتيف برميابيلتي، يعني نفاذيه ايه؟ اختياريه. يعني مثلا لارج موليكولز زي البروتين ما بتعديش عن طريق البلازما ميمبرين، لكن السمول موليكولز بتقدر تعدي عن طريق البلازما ميمبرين زي ايه؟ زي الشوجرز. قلت لك بيساعد كمان على السكريشن او اخراج الانزيمز والتوكسينز اللي هي بتاعه البكتيريا، زي مثلا انزيمز زي الستريبتوكوكينيز بتاع البكتيريا والتوكسينز بتاعه البكتيريا اللي هي بتكسر. تمام، دي حاجات هو بتخرج عن طريق ايه؟ البلازما ميمبرين. قلت لك الاثنين التانيين بيعبروا عن الميتابوليزم اللي هي عمليات الهدم والبناء بتاع الخليه. قسمتهم لك لبريك داون وكمان برودكشن او سينثيسيس. البريك داون قلنا ان هو بيعمل بريك داون للنيوترينز او الغذاء بتاع الخليه، وبالتالي بيكون عن طريقه بيعمل برودكشن للاي تي بي من خلاله. وكمان قلت لك ان هو اللي هي البرودكشن او سينثيسيس بيعمل لي انتاج للاي تي بي عن طريق عمليه الريسبيريشن او التنفس الخلوي بتاع ايه؟ البكتيريا. ده بيحصل في حاله اليوكاريوتيك، قلت لك ان هو بيحصل عن طريق الميتوكوندريا، لكن هنا في البكتيريا بيحصل عن طريق البلازما ميمبرين. وقلت لك كمان ان هو بيساعد على السينثيسيس او تخليق او تصنيع البريكورسرز في السيل وول او مكونات اللي هي الحاجات اللي بتكون السيل وول. وبكده يا دكتور نكون خلصنا البلازما ميمبرين، وتعالى ناخد بقيه الاستراكشرز اللي بتكون انترنال تو السيل وول. تعالى بقى يا دكتور مع تاني حاجه معانا في الاستراكشرز اللي بتكون انترنال تو السيل وول، وهنتكلم عن السيتوبلازم. السيتوبلازم يا دكتور هو المتظلل بالاحمر ده جوه الخليه، هو ده السيتوبلازم. ده اللي هي السبستنس او الماده اللي بتكون موجوده داخل البلازما ميمبرين، تمام؟ وبتحتوي على عضيات زي النيوكليويد والرايبوزومز والانكلوجنز. بتحتوي على ايه؟ النيوكليويد او الدي ان ايه بتاع الخليه او الجينيتكس بتاعتها، وبتحتوي على الرايبوزومز اللي هي مسؤوله عن السينثيسيس اوف البروتين، وبتحتوي على الانكلوجنز او المخزون بتاع الخليه. تمام؟ اول حاجه هنتكلم عنها وهو السيتوبلازما. السيتوبلازم بتاعي بيكون فيه 80% منه بيكون ميه، وكمان بيحتوي بقيه ال 20% طبعا بيكون بقى بيحتوي بقى على ليبيدز، بروتينز، بيحتوي على كربوهيدرات، بيحتوي على حاجات متنوعه بقى عندها لو مولوكيولار ويت، يعني الوزن بتاعها صغير. دي حاجات بتكون موجوده في السيتوبلازما. بتكون سيمي ترانسبارنت، يعني سيمي ترانسبارنت يعني شبه شفاف، وبتكون اكلوس. كده خلاص السيتوبلازم. هنتكلم بقى عن الحاجات اللي بتكون موجوده جوه السيتوبلازم اللي هي النيوكليويد والبلازميد وكمان الرايبوزومز. اول حاجه النيوكليويد او الجينيتكس او الدي ان اي بتاع البكتيريا.
يبقى النيوكليويد او الجينيتكس او الدي ان ايه بتاع ايه ده البكتيريا، ده بيكون ايه الدي ان ايه بتاع البكتيريا يا دكتور. شكل الدي ان ايه بتاع البكتيريا بيكون عامل ازاي يا دكتور؟ بيكون سيركيولاري زي ما قدامك كده، شكله دائري يا دكتور، شكله ايه دائري، بيكون دبل ستراندد، دبل ستراندد، دبل ايه ستراندد، بيكون دبل ستراندد بس بيكون عندها هو كروموزوم واحد بس. يبقى ايه هو النيوكليويد؟ ده الدي ان ايه بتاع الخليه او الجينيتكس بتاعتها او الكروموزوم بتاع البكتيريا، بيكون دبل ستراندد، بيكون دبل ايه ستراندد، يعني بيتكون من شريطين، بيكون من ايه شريطين، لكن هي بيكون عندها غالبا بيكون عندها سنجل نيوكليويد، النيوكليويد ده بيكون ايه سنجل غالبا، هي عندها واحد بس زي ما قدامك كده في الخلايا بتاعتها، عندها نيوكليويد واحد بس بيكون دبل ستراندد وبيكون سنجل، وطبعا بيحتوي على المعلومات الوراثيه بتاعتها، الجينيتكس بتاعتها، المسؤوله عن ان هي تصنع الاستراكشرز بتاعتها، عن الفانكشنز بتاعتها، الحاجات اللي هي بتعملها. تمام. كمان في عندنا حاجه تحت النيوكليويد كده اذر تايب، يعني من النيوكليويد يعني او حاجه ثانيه بتمثل الجينيتكس للخليه اسمها البلازميد يا دكتور. البلازميد، البلازميد ده يا دكتور اللي احنا استخدمناه طبعا في ان احنا حاجات مثلا عايزين نستفيد من جين معين بندخله جوه البكتيريا ونخليها تتكاثر عشان تديني كذا شكل كذا نسخه للجين ده، فاحنا استخدمنا البلازميد ده واستفدنا منه كتير جدا، ان شاء الله هناخده يعني في الشباتر الجايه ان شاء الله وهنتكلم عنه بالتفصيل. انما هو البلازميد ده انا عايز تعرف عنه بس ان هو بيكون سيركيولار برضه وبيكون سمول ومش بيمثل الجينيتكس بتاع الخليه بصفه رئيسيه، ولكن هو بيتكاثر مع التكاثر بتاع الخليه بيكون اندبندنت لوحده من غير النواه. تمام. من غير النيوكليويد بتاع الخليه البكتيريه. تمام. كده خلصنا النيوكليويد. تالت حاجه معايا وهي الرايبوزومز، والرايبوزومز يا دكتور هي المسؤوله، اول ما اقول لك رايبوزومز على الرايبوسومات دي سينثيسيس اوف البروتين، تصنيع البروتين، سينثيسيس اوف ايه اوف البروتين، سينثيسيس اوف بروتين، ده اللي مسؤول عنه الرايبوزومز يا دكتور. طب لو انا عندي رايبوزومز دي موجوده في بكتيريا عندها عدد كبير من الرايبوزومات، يبقى دي اكتف اكتف بكتيريا او اكتف جروينج بكتيريا، يعني بتنمو ونشطه وبتنمو وبتصنع حاجات، فبالتالي محتاجه تصنع بروتين كتير. طب خلينا انا رسمها لك قدامك، ليه الرايبوزومز دي قليله؟ لا دي مش اكتف بكتيريا، لا ده هي عادي ما فيش ولا جروينج ولا حاجه، هي بكتيريا عاديه مش بتنمو ولا محتاجه ان هي يكون عندها رايبوزومز كتير. تمام. تمام. يبقى ايه هي وظيفه الرايبوزومز؟ السينثيسيس اوف البروتين. الرايبوزومز يا دكتور بتاعه البكتيريا بتكون 70 اس، بتكون ايه 70 اس. انت فاكر يا دكتور ساعه ما شرحنا اول محاضره قلنا ايه هي 70 اس؟ قلنا ان هي كانت 70 اس، وقلنا ان اليوكاريوت كان 80 اس. طب انت فاكر انا قلت لك ايه هي الاس دي؟ قلت لك ان احنا كنا بنقيس معامل الترسيب بتاع الرايبوزومز بتاعه البكتيريا وبتاعه اليوكاريوتيك سيل، فكنا لما قسنا معامل الترسيب وسرعه الترسب بتاعتهم لقينا ان بتاعه البكتيريا بتكون 70 اس وبتاعه اليوكاريوتيك بتكون 80 اس. طبعا الرايبوزومز بتاعه البكتيريا دي بتتكون من 2 سب يونتس، المعلومات دي اصلا معلومات هيستولوجي المفروض ان انت عارفها، بتتكون من 2 سب يونتس. اول حاجه في سمول سب يونت بتكون 30 اس، 30 اس، وفي عندنا لارج سب يونت بتكون ايه 50 اس. يبقى انا عندي الرايبوزومز بتاعت البكتيريا هي على بعضها معامل الترسيب بتاعها بتكون 70 اس، بتتكون من 2 سب يونتس، اول سب يونت عندي اللي هي بتكون سمول بتكون 30 اس معامل الترسيب بتاعها 30 اس، والثانيه بتكون لارج اللي هي بتتكون من 50 اس. تمام. كده اتكلمنا عن الرايبوزومز. اخر حاجه معانا وهي الانكلوجنز، ودي بتمثل الريزيرف بتاع البكتيريا او الاحتياطي من المخزون اللي هي الطاقه بتاع البكتيريا، كربونات واي حاجه بتخزنها جوه البكتيريا عشان تستخدمها وقت الحاجه. تمام. كده احنا خلصنا السيتوبلازم، وده تاني مكون عندي، واتكلمنا كمان عن الحاجات اللي بتكون موجوده جوه السيتوبلازم، واخر حاجه هنتكلم عنها ان شاء الله هتكون الاندوسبورزا في السبوره الجايه ان شاء الله. تعالى طيب اراجع لك السبوره دي لاخر مره تاني. احنا اتكلمنا عن السيتوبلازم، السيتوبلازم بتاع الخليه البكتيريه بيكون فيه 80% منه ووتر، بيكون 20% منه اللي هي الباقيه فيها الليبيد بروتينز، فيها كربوهيدرات، فيها حاجات ثانيه لو مولوكيولار ويت، يعني الوزن بتاعها صغير او قليل، وكمان بتكون السيتوبلازم بتاعها بيكون سيمي ترانسبيرنت شبه شفاف وبيكون اكويس.
قلت لك ان هي بتحتوي على اكتر من حاجه، فيها نيوكليويد وفيها بلازميد وفيها رايبوزومز وفيها انكلوجنز. الانكلوجنز طبعا مش موضح هنا في الرسمه. اول حاجه اتكلمنا عنها وهي النيوكليويد، وقلت لك ان هو شكلها سيركيولار، شكلها دائري، بتكون دبل ستراندد يعني مكونه من شريطين ملفوفين حوالين بعض، دبل ستراندد، وبتكون عندها نيوكليويد واحده بس سنجل، واحده بس جوه الخليه. قلت لك كمان ان في برضو حاجات جوه الخليه اسمها بلازمن، بتكون سيركيولار برضو دائريه، ودي بتنقسم لوحدها كده مع انفصام الخليه بس لوحدها، مش بتعتمد على النيوكليويد بتاع الخليه. تمام. فبالتالي انا قلت لك ان احنا استعملناها في ان احنا لو عايزين مثلا جين معين شده مفيد، انا عايز اخد منه نسخ كتير عشان استخدمها، زي مثلا جين الانسولين مثلا، انا عايز مثلا اعالج مريض السكر ده، فكنت باخد جين الانسولين ده ادخله جوه الخليه البكتيريه، اخليها البلازمين ده تضاعف كتير جدا، اخد نسخ كتيره من الجين ذاتي عن طريق البلازمين. تالت حاجه اتكلمنا عنها وهي الرايبوزومز، وقلت لك اول ما تسمع كلمه رايبوزومز تقول لي ان هي سينثيسيس اوف البروتين. رايبوزومز تقول لي ان هي ايه؟ سينثيسيس اوف البروتين، تصنيع البروتين. قلت لك ان لو الخليه عندها عدد كبير جدا من الرايبوزومز يبقى هي اكتف او جروينج، بتنمو او بتاكتف، بتصنع الاستراكشرز بتاعتها والحاجات بتاعتها، فبالتالي بتحتاج رايبوزومز دي. قلت لك الرايبوزومز بتاع البكتيريا بيكون 70 اس، بيتكون من 2 سب يونتس، السمول بيكون 30 اس واللارج بيكون 50 اس، الاثنين على بعض بيكونوا لي الرايبوزومز اللي بتكون 70 اس. اخر حاجه يا دكتور اتكلمنا عنها وهي الانكلوجنز، وقلت لك ان هي بتمثل الريزيرف او الاحتياطي بتاع البكتيريا، ان هي بتشيل الكربوهيدرات والحاجات الغذاء بتاعها جواها عشان تستخدمه عند الحاجه. يبقى انا دلوقتي خلصت السيتوبلازم، ان شاء الله تعالى معايا هناخد الاندوسبورز اخر حاجه معانا في الشابتر الثاني ونكون خلصناه ان شاء الله. تعالى بقى يا دكتور هنكمل مع بعض اخر استراكشر موجود عندي انترنال تو السيل وول، الا وهو الاندوسبور. في البدايه كده يا دكتور حابب احط لك اللاك نمبر بتاعنا في الاندوسبور، وده انا عملته اللي هو رقم 4، وده هيسهل عليك حفظ الاندوسبور ان شاء الله. ده ايه اللاك نمبر بتاعي، رقم ايه الحظر، تمام، عشان تنظم دماغك معايا. اول حاجه انا هتكلم في الاندوسبور عن اربع نقاط، اول حاجه الديفينيشن والاستراكشر بتاع الاندوسبور، تاني حاجه هتكلم عنها وهي المورفولوجي، تالت حاجه هتكلم عنها وهي الفاكتورز اللي بتساعد الاندوسبور ده ان هو يرزيست للعوامل الخارجيه او يقاوم العوامل الخارجيه، اخر حاجه هتكلم عنها وهي رقم 4 ازاي اصلا انا بكون الاندوسبور ده. يبقى انا هتكلم اول حاجه عن الديفينيشن والاستراكشر، تاني حاجه هتكلم عن المورفولوجي، تالت حاجه هتكلم عن الفاكتورز اللي بتساعد الاندوسبور ان هو يرزيست للعوامل الخارجيه، واخر حاجه هتكلم عنها هو ازاي انا بكون الاندوسبور. اول حاجه هكلمك ايه هو الاندوسبور اصلا يا دكتور. الاندوسبور ده يا دكتور عباره عن هايلي ريزيستنت استراكشر، هو عباره عن تركيب بتكونه البكتيريا عشان تقاوم العوامل الخارجيه اللي هي ممكن تتعرض لها معاكسه للعوامل الطبيعيه بتاعتها. ازاي يا دكتور؟ بسميها اولا adverse conditions او عوامل معاكسه للعوامل الطبيعيه بتاعت البكتيريا. زي ايه طيب يا دكتور؟ زي ان هي تتعرض للهيت، حراره عاليه، تاني حاجه ممكن تتعرض للو ووتر، الجفاف بره او الميه بره بتكون قليله، تالت حاجه ممكن تتعرض للراديشن، كل ده بيحفز البكتيريا انها تكون اندوسبور عشان تحمي نفسها. يبقى دي اول حاجه الديفينيشن، انا كلمتك قلت لك ان هي highly resistant structure. امتى بتتكون الهاي ريزيستنت ستراكشرز؟ بتكونها البكتيريا لما بتتعرض لادفيرس كونديشنز او ظروف معاكسه للظروف الطبيعيه بتاعتها. زي ايه؟ زي الهيت، زي الراديشن، زي كمان ان هي تتعرض لللو ووتر او الجفاف. بعد كده هكلمك عن الاستراكشر. اصلا يا دكتور الاندوسبورز اللي بتكونها البكتيريا دي بتتكون من ايه؟ بتتكون من ايه الاندوسبورز؟ قال لك الاندوسبورز دي يا دكتور بتتكون من لارج اماونت او كميات كبيره من الدي بي كولينيك اسيد، بتتكون من كميات كبيره من ايه؟ دي بي كولينيك اسيد. طب ايه اللي بتستفيده البكتيريا من الدي بي كولينيك اسيد ده يا دكتور؟ دي بي كولينيك اسيد بيفيدها في ايه الدي بي كولينيك اسيد ده يا دكتور؟ قال لك الدي بي كولينيك اسيد ده بيبروتكت البكتيريا فروم الدامج، بيحميها من ان هي تتكسر بسبب العوامل الخارجيه. يبقى هي اول حاجه بتتكون من لارج اماونت، يبقى بتتكون مينلي او بشكل رئيسي من الديبي كولينيك اسيد. في حاجه ثانيه موجوده مع الديبي كولينيك اسيد يا دكتور اللي هي الكالسيوم ايونز، ودي برضو بتمنح الاندوسبور ده الصلابه عشان تحميه. يبقى كالسيوم ايه ايونز برضو موجود عندي. يبقى قلت لك الاستراكشر بتاع الاندوسبور بيكون مكون من ايه؟ من ديبي كولينيك اسيد، كمان بيكون موجود معاه
كالسيوم ايونز. قلت لك الدي بيكولينيك اسيد بيبروتكت الاندوسبورز ده فروم الدامج، يبقى بيحميه من التكسير. الكالسيوم ايونز بتمنحه صلابه برضه عشان تحميه، وتمنحه الصلابه بتاعته عشان تحميه من الظروف الخارجيه. يبقى كده اتكلمتك عن الديفينيشن اند الستراكشر. قلت لك اول حاجه الديفينيشن بتاع الاندوسبور، قلت لك ان هو هايلي ريزيستنت ستراكشر او تركيب بتكون البكتيريا عشان تقاوم العوامل الخارجيه المخالفه للظروف بدايتها. قلت لك ايه طيب الظروف اللي بتتعرض ليها دي، اللي هي الادفيرس كونديشنز او ظروف معارضه لظروف طبيعيه بدايتها، زي الهاي هيت انها تعرضت لحراره عاليه، تعرضت للو ووتر بره اللي هو الجفاف يعني، ثالث حاجه تعرضت لراديشن. كمان كلمتك عن السيركتشرز، قلت لك التراك نبت تكون مينلي او بشكل رئيسي من لارج اماونتس اوف الدي بي كولينيك اسيد، وقلت لك وظيفته ان هو بيبروتكت ات فروم الدامج او بيحميها من التكسير. قلت لك كمان معاها بيكون موجود كالسيوم ايونز اللي بيمنحها الصلابه عشان يحميها من العوامل الخارجيه. تاني حاجه يا دكتور هكلمك عنها وهي المورفولوجي، وبرضه هتكلم عنه في اربع نقاط. هتكلم عنه ايه في اربع نقاط؟ ايه هما الاربع نقاط دول يا دكتور؟ هكلمك اول حاجه عن الستينينج، ازاي انا بقدر اسبب الاندوسبور ده. تمام. تاني حاجه هكلمك عنها وهي الشيب، شكل الاندوسبور بيكون عامل ازاي. تالت حاجه هكلمك عنها وهي البوزيشن او الموقع بتاع او مكان ايه الاندوسبور. رابع حاجه بقى هكلمك عنها انا استفدت ايه لما عرفت الحاجات دي عن الاندوسبور، او بستخدم الاندوسبور ده في ايه، بستخدمه ايه في يوز، اليوز بتاعته او الفايده اللي انا استفدتها منه. اول حاجه هكلمك عنها وهي الستينينج. وعندك الاندوسبورز يا دكتور لما باجي اصبغها بالجرام ستين ما بتقبلش سوا، فما بقدرش اصبغها عن طريق الجرام ستين. انما بصبغها عن طريق يا دكتور لازم اجيب لها سبيشال ستين او صبغه خاصه بيها، زي مثلا صبغه بنسميها زل نينسن ستين، ودي صبغه دكتور بستخدمها عشان اصبغ الاندوسبورز بتاعتي. تمام. يبقى انا كلمتك عن الستين، قلت لك ان هي نوت ستيند باي الجرام ستين، يبقى نو جرام ستين، ما بقدرش اصبغها عن طريق ايه؟ عن طريق الجرام ستين. تمام. بعد كده هكلمك عن الشيب. قال لك يا دكتور ان شكل البكتيريا بتاعتي ممكن تكون اوفال وممكن تكون راوند. قال لك ان هي ممكن تكون اوفال ايه او راوند. اوفال يعني بيضاوي وراوند يعني دائري، يعني ممكن تكون اوفال وممكن تكون راوند. تالت حاجه اكلمك عنها وهي البوزيشن بتاع الاندوسبور بتاعي. قال لك ممكن عندي تلات اشكال للبوزيشن بتاع الاندوسبور. قال لك ممكن يكون سنترال، يكون في منتصف البكتيريا. تاني حاجه ممكن يكون تيرمينال، وتالت حاجه ممكن يكون سب تيرمينال. طب ايه شكل السنترال او التيرمينال او السب تيرمينال ده يا دكتور؟ تعال هوريك شكله. السنترال يا دكتور انا عندي الخلايا البكتيريه اهي. سنترال يعني السبور بتاعي بيكون موجود في نص البكتيريا، في منتصف البكتيريا. سنترال يعني منتصف البكتيريا. تاني شكل عندي ممكن تكون موجوده في تيرمينال او في النهايه بتاعه الخليه البكتيريه. ادي شكل الخليه البكتيريه، وتلاقي عندك الاندوسبور عامل كده اهو. بيبقى عامل ازاي؟ بيكون بلجنج بيكون ايه؟ بلجنج، وغالبا بتكون راوند الاندوسبورز بتاعها اهي. ده شكل التيرمينال، ده شكل ايه؟ التيرمينال. ممكن كمان يبقى لك الدكتور ممكن يكون ايه؟ سب تيرمينال. ممكن يكون ايه؟ سب تيرمينال اللي هو كده اهو. الخليه السب تيرمينال ده يا دكتور بيكون في مكان منتصف ما بين لا هو سنترال ولا هو تيرمينال، يعني لو هو سنتر بتاعي او موجود في التيرمينال. لا ده سب تيرمينال يعني قريب كده من التيرمينال، ومش قريب يعني بين البنين، بين السنترال وبين التيرمينال. ده اخر نوع عندي هو ايه؟ سب تيرمينال. ده ايه الشكل الاخير بتاع البوزيشن بتاع الاندوسبور. يبقى اول حاجه قلت لك ان هو ممكن يكون سنترال، وممكن يكون تيرمينال، وممكن يكون سب تيرمينال. كده انا كلمتك عن البوزيشن، قلت لك ان هم تلات اشكال، يا اما يكون سنترال في المنتصف، يا اما يكون تيرمينال بلجنج في اخر البكتيريا، يا اما يكون سب تيرمينال بين الاثنين. اخر حاجه انا استفدت ايه لما عرفت الاندوسبور بتاع البكتيريا ده؟ يعني انا استفدت ايه لما عرفت شكله؟ عرفت البوزيشن بتاعه، استفدت ايه؟ ان انا بستخدمه في الديفرنشيشن، بفرق بيه البكتيريا عن بعضها، بفرق بيه ايه؟ البكتيريا عن بعضهم. يبقى انا كده يا دكتور كلمتك عن المورفولوجي بتاع البكتيريا، وقلت لك هنتكلم عنه في اربع نقاط اللي هو البلوك نمبر بتاعي او رقم الحظ، اتكلمنا عن الستينينج، عن الشيب، عن البوزيشن، عن اليوز او انا استخدمته في ايه.
قلت لك اول حاجه الستيننج كلمتك ان هو مش بيتصبغ عن طريق الجرام ستين، ولكن بيحتاج سبيشال ستين او صبغه خاصه بيه، وهي مثلا زي زيل نيلسون ستين اللي انا بستخدمها في الصبغه بتاع الاندوسكوب. ثاني حاجه كلمتك عن الشيب، قلت لك انه ممكن يكون اوفال ممكن يكون راوند. ثالث حاجه كلمتك عن البوزيشن، قلت لك انه ممكن يكون سنترال في منتصف الخليه، ممكن يكون تيرمينال في النهايه بتاع الخليه، ممكن يكون سب تيرمينال اللي هو بين السنترال وبين التيرمينال. ثالث حاجه رابع حاجه كلمتك فيها عن اليوز، قلت لك انه بيستخدم في الديفرنشيشن، بيستخدم في ايه الديفرنشيشن او التفريق ما بين ايه او التفريق ما بين البكتيريا والتانيه. وانا استخدمته ازاي في الديفرنشيشن يا دكتور؟ استخدمته في الديفرنشيشن يا دكتور عن طريق ان انا عرفت مثلا في بكتيريا عندي مثلا بتكون سنترال وعندها الشيب بتاع الاندوسبور بتاعها بيكون اوفال، يعني مثلا عند الاندوسبور بيكون سنترال وبيكون اوفال، فدي خاصه بكتيريا معينه. في واحده ثانيه سنترال وراوند خاصه بكتيريا معينه، ممكن تكون تيرمينال واوفال ماشي، يبقى دي خاصه بكتيريا. فاستخدمته في ان انا بفرق عن طريق الشيب بتاعه وعن طريق البوزيشن ان انا بفرق بين البكتيريا والثانيه عن طريق الاندوسبور. يبقى ده اليوز او الاستفاده اللي انا استفدتها عن دراسه المورفولوجي بتاع الاندوسبورز. ماشي يا دكتور، هنا احنا خلصنا اول نقطه ديفينيشن اند ستراكشر، وخلصنا النقطه الثانيه وهي المورفولوجي بتاع البكتيريا. تعالى بقى هنتكلم ايه هي العوامل اللي بتساعد الاندوسبور ده ان هو يتحمل الظروف الخارجيه. يبقى هي الفاكتورز هيلب ات تو ريزيست للظروف الخارجيه او الادفيرس كونديشنز زي ما قلنا الظروف المعاكسه للبيئه بتاعته. اول حاجه ان هو بيحتوي على زي ما قلت لك التكوين بتاعه اصلا ان هو بيحتوي على دي بي كولينيك اسيد، دي بي اي كولينيك اسيد، دي بي كولينيك اسيد. دي الكولينيك ده اسيد ده قلت لك ان هو بيبروتكتد فروم دامج، وكمان بيحتوي على الكالسيوم ايونز. يبقى اول حاجه بتساعد ان هو يريزيست او يتحمل الظروف اللي هي المعاكسه ليه دي ان هو بيحتوي على كميات كبيره من دي الكولينيك اسيد اللي بيحميه من الظروف المعاكسه اللي بتكون خارجيه بتحميه من الدامج ان هو يتكسر عن طريق الظروف الخارجيه. ثاني حاجه ان هو بيحتوي على الكالسيوم ايونز، قلت لك ان هو بتدي له ايه صلابه، فبالتالي بتحميه برضه من الظروف الخارجيه. تاني حاجة ان هو عنده low content of water، low ايه؟ water، عنده low content of water، عنده ايه؟ الوتر بتاعه كمية المية جواه بتكون قليلة، فده بيساعد برضه ان هو يتحمل الظروف الخارجية. تالت حاجة عندي يا دكتور ان هو كمان بيحتوي على ان هو كمان بيكون low enzymatic او low metabolic، تلاتة ايه؟ low enzymatic and low metabolic. يبقى low enzymatic ولو ايه metabolic. يبقى اول ثلاثه احنا قلناهم ان هو بيحتوي على الديكولينيك اسيد، وكمان بيحتوي على الكالسيوم ايونز، وده بيساعد ان هو بيبروتكتد فروم دامج. ثاني حاجه ان هو بيحتوي على low content of water، عنده كميه قليله من الميه، وده بيساعد ان هو يتحمل الجفاف الخارجي لما يتعرض ليه. تالت حاجه ان هو بيحتوي على لو انزيماتيك، بيكون عنده الميتابوليك اكتيفيتي بتاعته بيظل خامل مثلا، يعني انا لما بكمل الاندوسبور ده ممكن يظل خامل لعشرات السنين، يفضل يتحمل كده للظروف، عنده الميتابوليك بتاعه ما بيستهلكش طاقه كتيره، مش بيستخدم انزيمات كتير، فبالتالي ما بيستهلكش الطاقه اللي جواه، فبيقدر يستحمل الظروف لفتره طويله جدا. اخر حاجه اللي هي رقم اربعه، وزي ما قلنا ان احنا عندنا لك نمبر، اخر حاجه وان هو عنده لو بيرميابيليتي، النفاذيه بتاعته ايه قليله، لو ايه؟ لو بيرميابيليتي، لو ايه؟ بيرميابيليتي. تمام. يبقى انا كده قلت لك ان احنا اتكلمنا عن اخر حاجه اللي هي رقم ثلاثه، الفاكتورز اللي بتساعد الاندوسبور ده ان هو يتحمل الظروف الخارجيه، كلمتك فيها اول حاجه قلت لك ان هو بيحتوي على كميات كبيره من الديبيكولينيك اسيد اللي بيبروتكت او بيحميه من الدامج ان هو يتكسر عن طريق ظروف خارجيه، كمان بيحتوي على الكالسيوم اللي بيديله الصلابه برضه بيحميه من الظروف الخارجيه. قلت لك بعد كده ان هو عنده لو ووتر، كميه قليله من الميه، فده بيساعد ان هو يتحمل الجفاف. تالت حاجه كلمتك عنه وقلت لك ان هو عنده ايه؟ لو انزيماتيك اند لو ميتابوليك اكتيفيتي، وده بيساعده ان هو يتحمل الظروف الخارجيه لفتره طويله جدا، ان هو ما بيستهلكش طاقه كتير، ما عندوش ميتابوليك اكتيفيتي زياده. اخر حاجه قلت لك ان هو لو بيرميابيليتي او النفاذيه بتاعته قليله، فبالتالي ده بيساعده برضه ان هو يتحمل الظروف ايه؟ الخارجيه. تمام. يبقى كده احنا اتكلمنا عن الفاكتورز اللي بتهلب البكتيريا ان هي البكتيريا عن طريق الاندوسبور ان هي تريزيست الظروف الخارجيه، قلنا برضو ان هم اربع نقط، وهنا برضو في المفروض اتكلمنا في اربع نقط، لاك نمبر بتاعه
الكلام ده في المفروش اربع نقط، وفي الفاكتورز اللي بتساعد البكتيريا ان هي تريزست في اربع نقط. تمام، يبقى كده دي الفاكتورز اللي بتساعد ايه ان هو يريزست ايه الاربع نقط بتوعي، ان هم بتساعد ان هم يتغلب على الظروف الخارجيه. رابع حاجه معانا يا دكتور، وهكلمك ازاي البكتيريا بتكون الاندوسبورز جواها، اللي هي هاو البكتيريا فورم الاندوسبور. والعمليه يا دكتور بسميها السبوريوليشن، بسميها ايه سبوريوليشن، يبقى عمليه تكوين الاندوسبورز بسميها ايه سبوريوليشن، او بنسميها برضو سبوريوجينيسيس. جينيسيس يعني تخليق او تكوين، فبالتالي بسميها ايه سبوريوجينيسيس، اللي هي العمليه المسؤوله عن تكوين السبورز، وهي اسمها ايه سبوريوليشن اور سبوريوجينيسيس. في البدايه يا دكتور البكتيريا هي عندي موجوده في النورمال كونديشنز بتاعتها، الظروف الطبيعيه بتاعتها، درجه الحراره كويسه وكل حاجه كويسه. في البدايه يا دكتور بسمي البكتيريا ديت في درجه الحراره العاليه وفي النورمال كونديشنز بتاعتها بنسميها فيجيتيف سيل او فيجيتيف بكتيريا، فيجيتيف بكتيريا. معنى فيجيتيف بكتيريا ان البكتيريا دي في الظروف الطبيعيه بتاعتها في النورمال ايه كونديشنز بسميها ايه فيجيتيف سيل، عندها الدي ان بتاعها موجود والبلازميد والريبوزومز والسيتوبلازم، البكتيريا عايشه احسن عيشه الحمد لله. طب افرض ان البكتيريا دي في اول ما تتعرض عندي للادفيرس كونديشنز اللي احنا قلنا عليها، تعرضت عندي ايه لادفيرس كونديشنز، ظروف ايه مغايره للظروف الطبيعيه اللي هي حباها، ظروف ايه مغايره للظروف اللي هي الطبيعيه بتاعتها، ادفيرس ايه كونديشنز، ايه اللي هتعمله البكتيريا دي؟ هتاخد الموضوع ده في اربع خطوات، اللوك نمبر بتاعنا اهو. اول حاجه يا دكتور البكتيريا اول ما تتعرض للادفيرس كونديشنز اللي هي دي هتيجي عامله ايه؟ ادي الدي ان اي بتاع الطبيعه اهو، تمام؟ ده الدي ان اي بتاع البكتيريا، وده البلازميد بتاعه اهو، وده كمان الريبوزومز اهي. تمام؟ تمام. هتيجي البكتيريا دي عامله ايه؟ عامله خطوتين، الخطوه الاولى بتاعت الدي ان اي هتعمل ايه؟ اول حاجه هتعمل ريبليكيشن، الدي ان ده هيدي نسخه ثانيه من الدي ان اي، يعني هيبقى عندي نسختين من الدي ان اي جوه الخليه البكتيريه. يبقى أول خطوة عملتها البكتيريا لما تعرضت لظروف صعبة هي الريبليكيشن، اسمها إيه؟ ريبليكيشن، اللي هي الاستنساخ، البكتيريا استنسخت الـ DNA بتاعها، أهو ده الـ DNA وده الـ DNA اللي هي النسخة اللي أنا عملتها جديدة، تمام؟ يبقى البكتيريا أول حاجة عملتها إيه؟ إن هي عملت ريبليكيشن لنسخة الـ DNA بتاعتها، إن هي بتجهز نفسها إن هي تحافظ على الـ DNA بتاعها، أهم حاجة عند البكتيريا إيه أصلاً يا دكتور؟ هي الـ DNA. فالبكتيريا اول حاجه بتفكر فيها ان هي تحافظ على الدي ان اي بتاعها، فبتعمل ايه؟ بتيجي عامله لي نسخه ثانيه من الدي ان اي، بتعمل استنساخ للدي ان اي بتاعها. هل هتقف على كده؟ لا طبعا مش هتقف، ده انا عايز احافظ على الدي ان اي بتاعي، ده اهم حاجه بالنسبه لي. انا عملت نسخه ثانيه من الدي ان اي، هعمل ايه بعد كده؟ هروح لثاني خطوه. ثاني خطوه يا دكتور ان هي لسه برضو عايزه تحافظ على الدي ان اي بتاعها. بيبدا يا دكتور انا عندك الخلايا البكتيريه، ثواني، دي الخلايا البكتيريه اهي. وادي الدي ان اي بتاعها، ده الدي ان اي بتاع الخليه البكتيريه، وده البلازميد، وده الريبوزوم، الريبوزومز اللي موجوده جوه ايه؟ الخليه البكتيريه. وادي نسخه الدي ان اي اللي هي عملتها عشان تحافظ على الدي ان اي بتاعها. خلاص هي عملت نسخه الدي ان اي اللي هي عايزه تحافظ بيها على الدي ان اي بتاعها. هتبدا ايه يا دكتور؟ هيحصل فيجيتيشنز من البلازما ممبرين بتاعها كده. اهو دبل لاير اوف البلازما ممبرين كده، هتحوط اللي هي الدي ان اي الريبليكيتد اللي هي صنعته البكتيريا او استنسخته عشان تحافظ عليه، هتيجي محوطها كده بدبل لاير اوف البلازما ميمبرين عشان تحافظ عليه، فبتبقى موجود عندنا الريبليكيشن اوف الدي ان اي او ريبليكيتد النسخه، ريبليكيتد او النسخه اللي هي بتاعت الدي ان اي اللي صنعتها البكتيريا، ومعاها شويه سيتوبلازما، معاها شويه ايه؟ سيتوبلازما. وفي الحاله دي يا دكتور بسمي الدي ان اي بتاع البكتيريا اللي هي استنسخته والسيتوبلازم ده بسميها حاجه اسمها فوريسبور، بسميها ايه؟ فوريسبور. يبقى دي مرحله تكوين حاجه اسمها ايه؟ فوريسبور. فوريسبور ده ايه يا دكتور؟ قلت لك ان هي النسخه او ريبليكيت الدي ان اي، نسخه من الدي ان اي بتاعت البكتيريا اللي هي بتصنعها مع شويه سيتوبلازم دفع عليهم دبل لاير اوف البلازما ميمبرين، موجودين كده عند ايه؟ ايه الخليه البكتيريه موجودين لوحدهم، البكتيريا بتقدر تحفظهم عشان تكون. هل ده كافي؟ لا طبعا مش كافي. يبقى انا عملت ريبليكيشن اول حاجه، ثاني حاجه عملت ايه؟ كونت الفوريسبور. ثالث حاجه هتعملها البكتيريا، ده مش كافي، مش كافي بالنسبه لي، ده انا كده مش حامل الدي ان اي. انا دلوقتي البكتيريا راحت اتعرضت لظروف، الظروف اللي هي كانت معرضه ليها كانت صعبه، تمام؟ فراحت الظروف دي بقت قاسيه جدا، الظروف صعبت جدا على البكتيريا، فالبكتيريا قلت.
بكتيريا خافت، خافت احسن هي تتكسر، والدي ان ايه النسخه اللي عاملها برضه تتكسر. فانا عايز احافظ على النسخه اللي هي موجوده دي عشان ما استمر وما اموتش. هعمل ايه؟ فتيجي البكتيريا عندي اهي، هي طبعا كونت الفور سبور. يجي الفور سبور ده جاي هنا كده في المنتصف كده، البكتيريا ادت ده الفول سبور، الاند سبور بتاعي بقى واتحرك في النص وبقى اند سبور، بقى مستقل لوحده. ده ايه؟ ده الاند سبور. ودي ان ايه اهو بتاع البكتيريا، ودي ان ايه اللي هي الريبليكيت النسخه من بتاعه البكتيريا، وده البلازميد وده الرايبوزوم اهو كده. انا عندي ده الدي ان ايه اللي هي الريبليكيتد، وده البلازميد وده الرايبوزوم. وادي البكتيريا لسه عندها الدي ان ايه بتاعها، ولسه عندها البلازميد، ولسه عندها ايه الرايبوزوم. تمام يا دكتور؟ يبقى انا في المرحله دي انا لسه ايه لقيت، انت ما خدتش بالك ان انا في حاجه زادت، ان انا في الاندوسبور هنا قلت لك ان هو بقى فيه دي ان ايه وفيه بلازميد وفيه رايبوزومز. يبقى البكتيريا عملت ايه هنا يا دكتور؟ البكتيريا هنا دكتور جت لما لقت ان الظروف بقت صعبه جدا وقاسيه زي ما قلت لك، هي خافت وقلقت احسن هي تموت، والنسخه كمان اللي عملها تموت، وكل حاجه تروح في 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 الفارغ يعني زي ما بيقولوا، يعني كده ولا كانها عملت اي حاجه. فبتيجي هي مجهزه الاندوسبور بتاعها ان هو خلاص ده هيبقى بكتيريا مستقله بتاعتها، هيبقى بكتيريا مستقله يعتبر، ولكن متحوطه بظروف وتقدر تتحمل ايه الظروف الخارجيه، متحوطه ايه بالاندوسبور ويقدر يتحمل ايه الظروف الخارجيه. فبالتالي بقى عندها ريبليكيت الدي ان ايه، هتيجي مزوداه بالبلازمد، هتدي له نسخه ايه من البلازمد، هتيجي مزوداه كمان معاه الرايبوزومز، هيبقى معاه انزيمز، هتدي له ار ان ايه، هيبقى مجهز الاندوسبور ده بحيث ان هي لما تتكسر بسبب الظروف الصعبه جدا اللي اتعرضت لها دي، وخلاص هي مش قادره تتحمل وهتتكسر، خلاص انا مجهز الاندوسبور، انا مش خايفه، انا مش قلقانه، اللي هو ايه اغلى حاجه عندها الاندوسبور زي ده، كانه ابنها اللي هيكمل اللي هيكمل لها مسيره حياتها. يعني هي كده ما ماتتش، لا ده هيكمل، هتفضل موجوده في صوره الاندوسبور ده. تمام يا دكتور؟ يبقى انا ثالث حاجه ان انا كونت ايه الاندوسبور ده كامل لوحده، فبالتالي البكتيريا جهزت الاندوسبور ان هو يقدر ايه يعيش لوحده. يبقى ده كونت ايه الاندوسبور بيكون مستقل خلاص كومبليت، قادر ان هو يعيش لوحده. تمام؟ قادر ان هو يعيش ايه لوحده. اخر مرحله يا دكتور، انا قلت لك ان البكتيريا بتاعتي خلاص تعرضت لظروف قاسيه جدا، وهي خلاص من كتر ما هي قلقت وخافت ان هي خلاص هتتكسر، فخلاص لا ده انا هجهز الاندوسبور بتاعي، انا هجهز الاندوسبور بتاعي ان انا لو مت لا الاندوسبور ده هيعوض ان انا مت وهيكمل المسيره بتاعتي. فتيجي البكتيريا دي هتتكسر، هيحصل ديستراكشن، هيحصل ايه ديستراكشن اوف البكتيريا. انا كسرت البكتيريا بسبب ايه؟ الظروف الخارجيه اللي هي بقت صعبه جدا على البكتيريا انها تقدر تتحملها، بس لا زال عندي في ايه؟ لا زال عندي الاندوسبور بتاعي اهو. وانا قلت لك ان البكتيريا خلاص اصلا كانت جهزته بكل حاجه، انا جهزته ايه؟ بكل حاجه عشان لما اموت يكمل مسيرتي، عشان لما اموت يكمل مسيرتي. ادي الدي ان ايه بتاعه، وادي البلازميد، وادي الرايبوزوم والسيتوبلازما، وفي انزيمز، وفي كل حاجه جاهز، وفي ار ان ايه، كل حاجه انا كده جاهز ان هو يعيش. ده ايه؟ ده الدي ان ايه الريبليكيت اللي هي النسخه اللي كانت مجهزاها، خلاص بقت هي الاساسيه دلوقتي، وده الرايبوزوم، وده البلازما. تمام؟ تمام. طبعا الجدار بتاع الاندوسبور ده بيكون سميك شويه كده، تعبير يعني ان هو بيتحمل الظروف الخارجيه، وبيحتوي على ديبلوكورونيك اسيد والكالسيوم ايونز اللي بتحميه من الظروف ايه الخارجيه، وبروتكتد، وكمان بيكون له بروبابيتد اللي هي الظروف اللي بتساعده طبعا ان هو يرزست الظروف الخارجيه. يبقى ده ايه عندي؟ ايه ده؟ الاندوسبور خلاص بقى عايش لوحده. قال لك الاندوسبور ده يا دكتور انا دلوقتي الظروف اللي بره صعبه جدا، صعبه جدا، فانا هفضل دورمنت، انا خامل لحد ما الظروف دي تتحسن، هفضل قاعد عشرات السنين، انا هقعد معاك كده لحد ما الظروف اللي بره دي تبقى حلوه وانا اقدر اعيش. الظروف اتحسنت والحمد لله بقت كويسه، انا هعمل عمليه اسمها جيرمينيشن وهبقى بكتيريا جديده. يبقى انا كده كملت مسيره البكتيريا حقيقي اهو، انا هفضل دورمنت وخالق ودورمنت وخامل لحد ما الظروف بتاعتي تتحسن. الظروف اتحسنت يا دكتور، خلاص انا هاجم، اتحول اعمل جيرمينيشن اتحول لبكتيريا اساسيه، وانا كده خليه بكتيريا. الظروف ما اتحسنتش، لا انا قاعد معاك لحد ما تتحسن، عشرات السنين بقى براحتك اقعد زي ما انت عايز، انا هكمل معاك لحد ايه ما الظروف بتاعتي تتحسن. ما اتحسنتش، انا قاعد في امان الله ومحافظ على نفسي ومتحمل الظروف ديت.
تمام. يبقى دي كده عمليه السبوريوليشن او السبوريوجينيسيس. طبعا زي ما قلت لك قبل كده في الفاكتور زي المساله ان هو بيكون ليها لو ميتابوليك اكتيفيتي، فبالتالي ده بيساعدها ان هي تتحمل لظروف الظروف ديت لفتره طويله جدا. زي ما قلت لك ان هو انا هفضل قاعد لحد ما الظروف تتحسن. الظروف ما تحسنتش انا عادي، انا مستحمل، انا عندي لو ميتابوليك اكتيفيتي، فانا هستحمل الظروف دي لفتره اطول فتره ممكنه لحد ما الظروف تتحسن. ما تحسنتش انا قاعد عادي. تمام. يبقى دي عمليه ايه؟ السبوريوليشن او السبوريوجينيسيس. وكده نبقى خلصنا اخر عنوان كان موجود معايا في الاندوسبور، وهي اللي هو ايه اللي هو هاو، ازاي انا بكون الاندوسبور ده، ازاي البكتيريا بتكون الاندوسبور بتاعها. قلت لك بتبدا الحكايه بان البكتيريا لسه في النورمال كونديشنز بتاعتها، البكتيريا في الظروف الطبيعيه بتاعتها، بنسميها فيجيتيف بكتيريا. دي لسه بكتيريا لسه بيور كده، لسه ما فيش اي حاجه، انا عايشه ومتعايشه والدنيا كويسه، وانا عايشه في امان الله والظروف كويسه والدنيا ماشيه زي الفل. طيب انا دلوقتي تعرضت لادفيرس كونديشنز، تعرضت ايه لظروف صعبه، هعمل ايه؟ لا ده انا هخاف دلوقتي، انا تعرضت لادفيرس كونديشنز، لا انا هبدا بقى اجهز نفسي ان انا احمي نفسي، واغلى حاجه عندي موجوده عندي جوه الخليه هي الدي ان اي بتاعي، فانا هبدا بيها. الدي ان اي دي اغلى اي حاجه عندي، هي دي زي ما بيقولوا ابن البكتيريا او الضنه بتاع البكتيريا، فدي اغلى حاجه بالنسبه لي ده الدي ان اي. فهاجي عامله نسخه ثانيه من الدي ان اي بسميه ريبليكيشن اوف الدي ان اي، دي نسخه ثانيه من الدي ان اي، انا صنعت نسخه ثانيه ايه من الدي ان اي. دي اول خطوه، عملت نسخه ثانيه من الدي ان اي بتاعي عشان هبدا اجهز ان انا اكون الاندوسبور عشان احمي نفسي من الظروف الخارجيه. ثاني خطوه ان انا الدي ان اي الجديد ده مع شويه سيتوبلازم هيعملوا له فوري سبور، بيكون موجود في حوالين ايه، حوالين دبل لاير اوف البلازما ممبرين بتاعي، وخلاص انا بجهز خلاص ان انا هكون الاندوسبور. فاللي بيسبقه على طول حاجه اسمها فوري سبور، بتكون في التيرمينال بتاع ايه البكتيريا كده. تمام. ثالث خطوه، انا ده مش كافي لسه، انا لسه عايز بقى، انا خلاص الظروف بقت قاسيه جدا، مش قادر استحمل الظروف بتاعتي، الظروف بقت قاسيه عليا جدا لدرجه ان انا مش قادر استحملها، فانا قلقان خلاص، انا كده ممكن اموت انا والاندوسبور اللي انا لسه ما كونتوش ده، فانا هلحق اكون الاندوسبور بتاعي واجهزه بكل حاجه عشان يقدر يواجه العالم الخارجي، بجهز ابني ان هو يواجه ايه العالم الخارجي ويتغلب على اي صعوبات موجوده فيه. فانا هعمل ايه؟ لا ده انا هجهز الاندوسبور بتاعي ان هو يكون عنده هي، او الاندوسبور هيكون عنده نسخه دي ان اي زي ما انا عطيتها له، لا ده كمان اخليه يكون بلازم، اخليه يكون ريبوزوم، هيكون موجود جواه انزيمز، هيكون موجود جواه ار ان اي، كل حاجه هتكون موجوده جوه الاندوسبور، لان البكتيريا بتجهز نفسها ان هي خلاص هتموت، مش قادره تستحمل الظروف الخارجيه، فهي كونت الاندوسبور ده عشان تقدر تستمر، زي اللي بي بي اللي هو اللي زي بيقول اللي بيخلف ما ماتش، فدي ده الاندوسبور بتاعتي، فانا هموت، لا ده ابني هيكمل المسيره اللي هو ايه الاندوسبور بتاعي. فدلوقتي الظروف من كتر ما هي صعبه، لا ده راحت البكتيريا حصل لها ديستراكشن، البكتيريا اتكسرت كلها، لكن مازال ايه بسبب ظروف صعبه البكتيريا اتكسرت، لكن مازال ايه الاندوسبور بتاعها لسه موجود. ليه؟ لان هو بيتحمل الظروف الصعبه جدا، زي ما قلنا في فاكتورز بتساعده على ده. تمام. وطبعا الفاكتورز ديت منها طبعا ان هو لو ميتابوليك اكتيفيتي، بسبب ان هو عنده لو ميتابوليك اكتيفيتي ده هيساعده ان هو يتحمل الظروف الخارجيه ديت لفتره طويله جدا لعشرات السنين. الظروف اتحسنت، والله كان بيها انا هتحول، هعمل جيرمينيشن واتحول لبكتيريا تاني، وكده انا كملت مسيره البكتيريا الام بتاعتي. طيب الظروف ما اتحسنتش، الظروف ايه ما اتحسنتش؟ لا انا قاعد، انا دورمنت خامل، هفضل خامل كده قاعد، عندي لو ميتابوليك اكتيفيتي، فهتحمل الظروف الصعبه بتاعتك دي لاطول فتره ممكنه عادي جدا، وبكده يبقى انا خلصت ايه؟ عندي الاسبوريوليشن والاسبوريو او ايه الاسبوريوجينيسيس، هم نفس المعنى اللي هي تكوين ايه؟ الاندوسبور. تمام. يبقى انا كده يا دكتور كلمتك في السبوره بتاعت الاندوسبورز، عن قلت لك الرقم لوك نمبر بتاعي او رقم حصب هو رقم 4. ايه هو اللي انا قلتهم؟ قلت لك اول حاجه الديفينيشن اند ستراكشر، تاني حاجه كلمتك عن المورفولوجي، تالت حاجه كلمتك عن الفاكتورز، كلمتك عن ايه؟ الفاكتورز اللي بتساعد الاندوسبور ان هو يريزيست او يتحمل الظروف الخارجيه. رابع حاجه وكلمتك عن ازاي انا بكون الاندوسبورز ده، اللي هي في عمليه بنسميها سبوريوليشن او السبوريوجينيسيس. تعالى يا دكتور نراجع معانا السبوره لاخر مره ان شاء الله. كلمتك قلت لك الديفينيشن والستراكشر بتاع الاندوسبور، قلت لك اول حاجه ان هو هايلي ريزيستنت ستراكشر، ده عباره عن تركيب عنده هايلي ريزيستنت، يعني بيقدر يتحمل اقصى ظروف ممكنه عادي جدا. امتى بتكون البكتيريا؟ لما بتتعرض لادفيرس كونديشنز. ادفيرس ايه؟ كونديشنز، دي ظروف مغايره للظروف الطبيعيه بتاعت البكتيريا، ظروف صعبه عليها مش هتقدر تتعايش معاها، فبالتالي لما تعرضت ليها هي تكون الاندوسبور ده. زي ايه الادفيرس كونديشنز قلنا؟ قلنا زي هيت،
زي اللو كونتنت اوف الووتر، زي عندك ممكن يكون تتعرض للراديشن زي مثلا ليك اوف النيوترنز، الاغذيه بتاعتها قلت. تمام تمام، دي كده الادفيرس كونديشنز اللي ممكن تخليه يكون الاندوسبورز. ايه الاستراكشر بتاع الاندوسبور؟ قلت لك ان هو بيتكون مينلي او بشكل رئيسي من لارج اماونتس اوف الدي بي كولينيك اسيد. ايه اللي بيعمل الدي بي كولينيك اسيد ده؟ بيساعد ان هو بيبروتكت الاندوسبور فروم، بيساعد ان هو بيبروتكت الاندوسبور فروم الدامج، بيحميه من التكسير بسبب الظروف الصعبه حواليه. تاني حاجه قلت لك ان هو بيكون مع الدي بي كولينيك اسيد معاه كالسيوم ايونز. كالسيوم ايونز دي بتساعد ان هي بتمد الاندوسبور بالصلابه، فبالتالي بتحميه برضو من الظروف الخارجيه. تاني حاجه عنوان عندنا كلمتك فيه في الاندوسبورز وهو المورفولوجي، وقلت لك اربع نقاط اللاك نمبر بتاعنا. اول حاجه السنينج، تاني حاجه الشيب، اول حاجه السنينج، تاني حاجه الشيب، تالت حاجه البوزيشن، ورابع واخر حاجه انا استفدت ايه لما عرفت المورفولوجي بتاع الاندوسبور. اول حاجه الستيننج، قلت لك ان هو نو جرام ستين، نو جرام ستين، ما بيتسبخش عن طريق الجرام ستين، لا انا بيحتاج سبيشال ستين للسبور ده، بسميها مثلا زي مثلا في حاجه بتصبغ للسبورزه زي النيلسون ستين. تاني حاجه اتكلمت عنها هو الشيب، قلت لك انه ممكن يكون اوفر وممكن يكون راوند بيضاوي او دائري. وتالت حاجه اتكلمت عنها وهي البوزيشن، المكان بتاع الاندوسبور ده، قلت لك ممكن يكون سنترال في المنتصف زي ما هو قدامك كده، ممكن يكون تيرمينال، ممكن يكون سب تيرمينال، يبقى ممكن يكون سنترال في منتصف البكتيريا، ممكن يكون تيرمينال بلجنج في النهايه بتاعت البكتيريا، ممكن يكون سب تيرمينال اللي هو بين السنترال وبين التيرمينال. تمام؟ بعد كده كلمتك اخر حاجه النقطه الرابعه في المورفولوجي وهي اليوز. انا استفدت ايه لما عرفت المورفولوجي؟ قلت لك ان انا عن طريق ان انا عرفت الشيب، عرفت البوزيشن بتاعت الاندوسبور ده، عرفت ان انا افرق بين البكتيريا، في بكتيريا ممكن تكون سنترال وراوند، ممكن تكون تيرمينال، هكذا. فكل بكتيريا بقى ليها شكل مميز للاندوسبور بتاعها وليها كمان بوزيشن للاندوسبور ده، فبالتالي قدرت اعمل ديفرنشيشن بدون البكتيريا عن طريق المورفولوجي بتاع الاندوسبور. ثالث حاجه النقطه اللي اتكلمت عنها في الاندوسبورز وهي ايه هي الفاكتورز اللي بتساعد، ايه هي الفاكتورز اللي بتساعد الاندوسبور ان هو يتحمل العوامل الخارجيه الصعبه دي. قلت لك اول نقطه يا دكتور وهي بتكون عنده لارج اماونتس اوف الدي بي كولينيك اسيد والكالسيوم ايونز، بيكون عنده الدي بي كولينيك اسيد والكالسيوم ايونز، وده بيساعد ان هو بيبروتكت ات فروم الدامج، ان هو يتكسر عن طريق الظروف الخارجيه. تاني حاجه بتكون موجوده عندي ان هو بيكون عنده لو ووتر كونتنت، لو ووتر ايه كونتنت، عنده كميه قليله من الميه. تالت حاجه ان هو بيكون عنده لو ميتابوليك اكتيفيتي اند لو انزيماتيك اكتيفيتي، وده بيساعد ان هو يعيش في الظروف الصعبه دي لاطول فتره ممكنه، بيظل دورمنت في ظروف صعبه لاطول فتره ممكنه عشان هو عنده لو ميتابوليك اكتيفيتي، مش بيستورد طاقه كتير، مش بيستورد غذاء كتير، فبالتالي بيقدر يتعامل مع ظروف خارجيه لاطول فتره ممكنه ولعشرات السنين. تمام، اخر حاجه كلمتك عنها في الفاكتورز اللي بتساعد ان هو يتحمل الظروف الخارجيه، قلت لك ان هو عنده لو بيرميابيليتي، عنده ايه لو بيرميابيليتي، يعني نفاذيه قليله للعوامل الخارجيه مثلا، فبالتالي مش هيتاثر قوي بالعوامل الخارجيه عشان نفاذيته قليله. كده دي ثالث نقطه اتكلمنا فيها، وقلنا برضه ان هم اربع نقاط. اخر حاجه بقى كلمتك فيها ان هو انا ازاي بكون الاندوسبور، البكتيريا ازاي بتكونه. طيب قلت لك اول حاجه في الظروف النورمال كونديشنز، البكتيريا لسه ما بتعرضش لاي حاجه، الكونديشنز بتاعتها مظبوطه زي ما هي حابه بالظبط، فبتكون اسمها فيجيتيف بكتيريا، ده لسه زي ما بيقول ايه بيور، لسه طبيعيه كده وما فيش اي حاجه. تمام، طب دلوقتي جت البكتيريا دي اتعرضت لادفيرس كونديشنز، اتعرضت لظروف ايه مغيره او معاكسه للظروف الطبيعيه بتاعتها، فهي هتعمل ايه؟ طيب الادفيرس كونديشنز الاول ان هي ممكن يكون هيت، ممكن يكون راديشن، ممكن يكون لو ووتر كونتنت، ممكن يكون كمان لو نيوترنس او الغذاء بتاعها قل، فبالتالي هتيجي عامله بالادفيرس كونديشنز دي هي خلاص انا خايفه احسن الادفيرس كونديشنز دي تقضي عليا، فهبدا اجهز ابني او هعمل ابني ليه عشان اجهزه ان هو يكمل مسيرتي، فبالتالي انا هاخد الدي ان ايه بتاعي او خطوه هعمل له ريبليكيشن. عملت ريبليكيشن، دي اغلى حاجه عندي هو الدي ان ايه، فانا عملت ريبليكيشن، عملت نسخه ثانيه منه عشان احافظ عليه، هل ده كافي؟ لا مش كافي، هنخش على الخطوه الثانيه، هبدا اعمل له دبل لاير ميمبرين حواليه واكون حاجه اسمها فور سبور. الفور سبور ده حوالين الدي ان، الفور سبور ده هيكون اللي هو لسه برايمري اندو سبور، يعني لسه ما تكونش الاندو سبور او في الدي ان ايه بس والسيتوبلازم. تمام، بعد كده الظروف بقى قاسيه جدا، انا خلاص مش مستحمله الظروف دي وخلاص هموت، انا قلقان احسن اموت وما اسيبش حاجه تكملني، فانا لازم اكمل الاندوسبور ايه بتاعي، فبالتالي هتمد الاندوسبور ده ابنها او ضناها بالحاجات اللازمه ان هو يكمل من غيرها.
ازاي؟ هو جوات الدي ان ايه الخاص بتاعه، فتخليه يكون البلازميد بتاعه، هيكون عنده انزيمز، هيكون عنده رايبوزوم، هيكون عنده ار ان ايه، فبالتالي الاندوسبور ده جاهز ان هو يعيش في الظروف الصعبه، وجاهز من كل حاجه موجوده جواه، موجود البلازميد الار ان ايه، موجود الدي ان ايه بتاعه، موجود الرايبوزومز والانزيمز وكل حاجه موجوده جواه. طب انا دلوقتي خلاص الظروف بقت قاسيه خلاص زي ما قلت، وانا كنت قلقانه فعلا، واللي انا كنت قلقانه منه حصل، اللي انا كنت قلقانه منه ايه حصل، فروح حصل ديستراكشن اوف البكتيريا، بس انا كنت ضحك على الظروف وكنت محوشه حاجه للظروف، محوشه ابني ومجهزاه ان هو هيكمل مسيرتي، فهو جاهز ان هو يعيش. الاندوسبور اهو بيقدر يتحمل الظروف الصعبه كويس جدا بسبب الفاكتورز اللي انا قلتها، ان هو بيقدر يزيست العوامل الخارجيه الصعبه، هو بيقدر يتحمل بسبب كمان ان هو عنده لو ميتابوليك اكتيفيتي زي ما قلنا، ان هو بيفضل دورمنت خامل لاطول فتره ممكنه، يقدر يتحمل الظروف دي لفترات طويله جدا. ليه؟ لان هو عنده لو ميتابوليك اكتيفيتي، مش بيستهلك طاقه كتير، مش بيستهلك غذاء كتير، فبالتالي بيقدر يستحمل لاطول فتره ممكنه. فالاندوسبور ده بيتعامل مع ظروف بيفضل متحملها. الظروف اتحسنت، والله كاد بها انا هعمل جيرمينيشن وتحول لبكتيريا ثانيه وكده، انا عملت المسيره بتاعت امي اللي هي البكتيريا اللي كانت مجهزه ليها. طب انا ما ظروف ما اتحسنتش، لا انا هفضل دورمنت خامل، هستحمل الظروف دي لاطول فتره ممكنه ومكمل ان شاء الله وهستحمل. يبقى انا كده خلصت معاك السبورت قلت لك في اربع بوينتس، اول حاجه ديفريشن والستراكشر، وثاني حاجه مورفولوجي، وثالث حاجه فاكتورز اللي بتساعد الاندوسبور ان هو يريزست العوامل الخارجيه او يتحملها، واخر حاجه ازاي انا بقاول السبورز الاندوسبورز دي في عمليه اسمها سبوريليشن او السبوريوجينيسيس. وكده نكون خلصنا الاندوسبور يا دكتور، وكده تكون خلصت معانا محاضره النهارده، واقابلك ان شاء الله في الشابتر الثالث على خير ان شاء الله.